المصريون القدماء عزفوا الموسيقى قبل 7000 عام، وعلى المعابد رسموا الفرق الموسيقية والعازفين، كتبوا الأغاني والأناشيد، وما زالت آلاتهم الموسيقية التي اخترعوها موجودة في موسيقانا حتى اليوم. مع الفنانة المبدعة منال محي الدين، عازفة الهارب وأستاذ الموسيقى بأكاديمية الفنون. أصل هذه الآلة هي بالفعل يعني أصلها فرعوني. الآلة الهارب آلة من أقدم الآلات اللي ظهرت في الحضارات القديمة عموما. وصلتي إلى أكاديمية الفنون؟ آه. ومع السنوات تخصصتي في هذه الآلة الجميلة. أنا أول ما شفتها فعلا عيطت. عن الموسيقى المصرية وتواصل الأجيال. الاهتمام بتدريس الموسيقى في مدارسنا اللي كان زمان. الحقيقة لما بتكلم في الحكاية دي يعني بينتابني الحزن. هو طبعا احنا لازم نعترف ان احنا عندنا مشكلة في التعليم كملف كبير يعني. وانا في اعتقادي انه النشاط المدرسي اهميته من اهمية الحساب والعربي والجغرافيا والتاريخ وكل ده مهم جدا كله، بس ده مهم قوي كمان لان هو ده اللي بيكون الشخصية. حوار جديد. واليوم نسأل كيف يتواصل مجد الماضي بالحاضر، وكيف تصل إبداعات الموسيقيين الكبار إلى كل مكان في مصر. حديث العرب من مصر، الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.